كانت فاجعة تلقاها الجسم المهني بنوع من الإجلال وبنوع من التأثر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمحاميين شابين وبمرافق لهم شاب كذلك. نسأل الله أن يتغمدهما برحمته وأن يكتب لهما الخلود في جنته، ووفاتهما واستشهادهما لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال في سبيل تحقيق الأفضل لهذا الوطن وللمواطن وللمحاماة. الجميع يعلم أن محكمة النقد هي أعلى سلطة قضائية بالبلاد، يعني جميع القضايا وجميع القرارات يتم نقدها أمام هذه المحكمة. إذن هناك رمزية بخصوص هذا المكان الذي اختارته فيدرالية جمعية المحامين الشباب لتنظم وقفة احتجاجية على ما صدر عن السلطات القضائية، عن السيد وزير العدل، عن السيد رئيس المنتدب لدى السلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة. دورية منعت المحامين من ولوج المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز تلقيح. ما يرد على المحامين يرد على المواطنين ويرد على موظفي كتاب الضبط وغيرهم من مساعدي العدالة. طبيعة الحال هذا وضع شاذ مخالف للدستور ومخالف للقانون كحقوقيين وكقانونيين، ويعني كملازمين للشأن الاجتماعي والحقوقي لابد أن يكون لنا رأي في هذه المسألة، ولابد أن نعبر عن يعني عن ما يعتمل صدورنا بخصوصه. قلنا رأينا في البداية ولم ينتبه إليه أحد، والآن نقول لا ونقولها بصرخة واحدة لجموع المحاميات والمحامين الذين حضروا. هناك خرق سافر للدستور، هناك خرق سافر للقانون. لا يمكن أن تسمو دورية بسيطة على أسمى إرادة للأمة وهي الدستور، ولا يمكن أن تسمو دورية فريدة على القانون. وبالتالي نقول اليوم أنه لا يمكن التمييز بين المواطنين أثناء الولوج للمحاكم إلا بناء على ما يرد بالدستور وما يرد بالقانون، ولا يمكن يعني وضع أي تفرقة بين المواطنين باستثناء ذلك. ويعني هذه الدورية خلقت وضعا ملتبسا وشادا، بحيث أنه الآن لا يمكن لأطراف النزاع الولوج إلى المحاكم، أو يمكن لطرف واحد الولوج للمحكمة لأنه يتوفر على جواز التلقيح، في حين أن الطرف الآخر لا يمكنه الدخول، وفي ذلك اختلال كبير لميزان العدالة. هناك متهمون متابعون في حالة صراح أمام غرف الجنايات، سيتم الحكم عليهم غيابيا بمساطر غيابية، وسيتم إلقاء القبض عليهم لأنهم لم يتمكنوا من الدخول رغم أنهم حضروا إلى بناية المحكمة ولكنهم منعوا من الدخول. امتثلوا للعدالة ولكن أبواب العدالة كانت موصدة في وجههم بسبب هذه الدورية. المحامون لا يمكنهم الآن ممارسة مهامهم ويعني حقوق وحريات المواطنين على المحك. نحن اليوم لننبه إلى هذا الوضع الشاذ ونقول لهذه السلطة القضائية يجب التراجع كليا عن هذه الدورية. نحن نقوم بدورنا طبيعة الحال في النصح وفي التوجيه بجميع الإمكانيات المتاحة. طبيعة الحال جميع هيئة المحامين بالمغرب هي أعضاء في جمعية هيئة المحامين بالمغرب، أي اتفاق يجب أن يدخل ضمن هذا الإطار. نحن نمتثل للقرار الوطني بهذا الخصوص، نمتثل لقرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب ونمتثل لقرار السادة النقباء والمجالس على أن تكون تلك القرارات كذلك مطابقة للقانون وتحترم كرامة المواطن المغربي وتحترم كرامة المحامي وتجسد تمثلا حقيقيا لاستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. هو صراحة منذ عقود والمهنة تعرف يعني نوعا من الهجوم. لماذا؟ لأن مهنة المحاماة هي دائما معقل آخر للدفاع عن الحقوق والحريات. الآن المحامون أعتقد ينتفضون ضد هذا القرار ولا يعني يريدون في ذلك مصلحة ذاتية، وإنما هم يريدون مصلحة جماعية للمواطنين. لابد أن نقول في هذا الإطار أن المحاكم المملكة تعاني من مجموعة من المشاكل
ربما ليست مناسبة للحديث عنها، ولكن جميع يعلم وذلك ورد في تقارير رسمية أن المحاكم يعني تعاني من الفساد، تعاني من المحسوبيات، تعاني من الرشوة، سواء على مستوى القضاء أو على مستوى المحاماة أو على مستوى كتاب الضبط وجميع المتدخلين في العملية القضائية. وبالتالي هناك يعني حركية داخل فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بهذا الخصوص، كذلك هناك تدخل في عمل السلطة القضائية بشكل أصبحت معه تلك السلطة منحازة إلى مجموعة من الجهات، وصدور هذه الدورية أظهر يعني شكلا من أشكال ذلك التحيز. هذا للأسف يتناقض كليا مع الدستور، ويحول السلطة القضائية من سلطة دستورية إلى سلطة تابعة للسلطة التنفيذية، وفي ذلك يعني بصراحة في ذلك يعني إنزال ومن قيمة هذه السلطة التي نريد لها دائما أن تسمو بدورها وتكون يعني تساوي بين الجميع وتبقى على مسافة واحدة من الجميع. وقفة اليوم جاءت يعني بشكل مباغت تفاعلا مع هذه الدورية. البرنامج النضالي المسطر لا زال مستمرا لأنه المطالب لم تحقق بعد، وطالما لم تحقق تلكم المطالب فالبرنامج النضالي مستمر ومتواصل وفي الصعيد.